السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، ولا كانت هذه اول مره كتشوفوا فيها القناه ديالي، ما تنساوش الاشتراك وتضغطوا على زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. وما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعليقات ديالكم اللي كتزيد تشجعني اكثر واكثر. اليوم نهار الثالث، باقي هنا في تيزنيت. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو في العشيه، غادي نتغداو عند عمه مرات خويا. عمتها معيطه علينا الغدا، واحد عمتها اخرى معيطه علينا في الغدا، كاينه في تيزنيت في المدينه. غادي نتغداو عندها وان شاء الله غادي نشدو الطريق، غادي نمشيو ان شاء الله لاكادير انا وخوتي بجوج، ومرات خويا غادي تبقى هنا، غادي تزيد شي يومين هكذاك، وغادي تلحق علينا لاكادير هي وخوها عاوتاني حتى لنهار السبت ان شاء الله. عاد غيجيو عائلتها كاملين ان شاء الله، معيطين لهم الغدا، وغادي يكون ان شاء الله العيد ميلاد ديال رزان ان شاء الله. المهم دابا غادي نفطروا وغادي نلبسوا علينا حوايجنا وغادي نشدو الطريق باش نمشيو هنايا كما كتشوفوا. هنا وصلنا لتيزنيت، هنا جابنا كما شفتوا جابنا بات مرات خويا هو اللي وصلنا مسكين حتى لتيزنيت. بالصراحه دار بينا مسكين، قال لنا كما سمعتوا في الفيديو، قال لنا كل هذا كان الوقت زعما كان الربيع كما داك العام فاش جينا اول مره، غيدينا مسكين لتفرا. وتقال لنا كاينه اغبال، وكاين واحد البلاصه ثاني عندهم هنا زوينه سميتها اغبال، ولكن ملي كيكون الربيع اللي كيكون هذا الشيء زوين بزاف. صافي هنا وصلنا لتيزنيت، هنا تقريبا شي 10 ديال النهار وصلنا لتيزنيت. صافي هنا احنا بقينا كندورو، هو غير يقضي واحد الغرض وغيرجع تاني للبلاد، عاد عاوتاني غيجيو هما مع الوحده هو ومراتو والعائله الاخرين اللي بقاو تما في البلاد باش يتغداو معنا هنايا هنا في تيزنيت. صافي هنا كما شفتوا هنا تيزنيت معروفه بالنقره، النقره اللباس ديال الشلحه صراحه زوين، عندهم زوين عندهم النقره بزاف، عندك فاش تختاري حتى الثمن كيكون هابط شويه على انزكان مع زعما هنا معروف بالنقره بزاف. صافي هنا غندورو في السواق ديالهم. سميتو مرات خويا خدات واحد الطوينكات ديال النقره، خداتهم لرزان كادو ديال عيد الميلاد، تان نوصل الدار ان شاء الله وغادي نشاركهم معاكم. دابا غادي نخليكم مع دويره هنا في مدينه تيزنيت وخليكم معايا.
كما درنا كما شفتوا في تيزني درنا في السواق ديالها عنده داكشي صراحه زوين بزاف. صافي هنايا وصلنا عند عمت مرات خويا، هنا حطات لينا مسكينه الفطور حليوات كما كتشوفوا، شويه ديال الكرواسه شويه ديال الحرشه. صافي فطرنا، صافي بقينا جالسين كنلعبوا عاوتاني كارطه حتى يوصل الوقيته ديال الغداء. هنا جيت باش نشارك معكم الطوينكات اللي خدات مرات خويا لرزان كما كتشوفوا ديال النقره زوينين عجبوني، وحتى رزان حتى هي عجبوها. نردوا عليها ان شاء الله في ساعه الخير. ديما كتفكر هكا رزان، ديما جابوا لها نيت اللعاب حتى شاركوا معكم، جابوا لها فاش كانوا جايين جابوا لها هكا لعاب. وهنايا شريت لها انا هاد البطاط هادو كيعجبوها، كاينين عندها هنا في الدار ولكن غير شفتهم تمايا عند مول اللعاب. صافي لصقات عليهم وخديتهم ليها. انا الشكل ديال التوينكات كما كتشوفوا زويون. صافي هنايا لحقات لقيتها ديال الغداء. هنايا درنا سلاطه كما كتشوفوا مخلطه بين الديسير والخضره زوينه بزاف بارده. صافي دابا غادي نتغداو، غنتغداو ان شاء الله وغادي نجلسوا واحد شويه. صافي وغادي نشدوا الطريق ان شاء الله، غادي نمشيو نرجعوا في حالنا لاكادير، غادي نرجعوا لاكادير ان شاء الله. صافي وهكذا كيكون الفيديو ديالي وصل للنهايه ديالو، حتى الخريجه اولا التافيره ديالنا لمدينه تيزني حتى هي كتوصل للنهايه ديالها. صراحه دوزنا ايامات زوينه بزاف بزاف. صافي ومره اخرى ان شاء الله نقولها اليوم من هنايا، مره اخرى ان شاء الله والى فيديو اخر. ان شاء الله كاينين فيديوهات جايه ان شاء الله في هذه السيمانه هذه، كنتمنى يعجبوكم والى فيديو اخر. خليت لكم السلامه وبسلام عليكم، باي باي.